تداولت العديد من الصفحات الفيسبوكية وثيقة صادرة عن جامعة القاضي عياد بمراكش تمنع بموجبها جلوس الطلبة والطالبات بانفراد. ونفت جامعة القاضي عياد بمراكش كل الأخبار المتداولة عن قرار صادر عن مجلس إدارتها بخصوص إنشاء خلية متابعات أخلاقية تابعة لمصلحة الشؤون الطلابية. وأكدت الجامعة في بيان صادر عنها أنها لم تعلن عن أي وثيقة مماثلة، وأن كل ما يروج يتعلق بوثيقة مزورة سبق تداولها في 17/2000، مشددة على عدم وجود أي هيئة اسمها مجلس الإدارة داخل الهيكلة الإدارية الكلية، بعدما تداول طلبة جامعة القاضي عياد وثيقة نسبت لإدارة الجامعة تنص على منع جلوس الطلبة والطالبات على انفراد داخل الكلية. وهددت الجامعة بالمتابعة القانونية لكل من يروج مثل هذه الإشاعات التي تهدف إلى خلق البلبلة بين كل مكونات المؤسسة الجامعية.